في موضوع غاية في الأهمية وغاية في الخطورة في نفس الوقت. الموضوع ده مهم لكل واحد. خليني بس احكي لكم قصة بسيطة كده وبعد كده اخش في الموضوع. جالي واحد وقال لي الحق يا استاذ انا اتمسكت في الحظر. قلت له طب وانت ايه اللي خلاك تمشي وقت الحظر؟ انت مش عارف القانون؟ قال لي هو انا لازم اعرف القانون؟ هو انا مالي ومال القانون؟ هو انا كنت المحامي؟ كل هذه المفاهيم خاطئه عزيزي المشاهد. ايوه انت لازم تعرف القانون، ولو ما عرفتش ستعرض نفسك للمسؤوليه القانونيه. خلينا عند مبدا مفيش حاجه اسمها معرفش، وده مش كلام انا، ده كلام القانون في مبدا عدم جواز الجهل بالقانون، وهو ده عنوان حلقتنا النهارده، لا عذر لمن يجهل القانون. وده بيتطبق على كافة القوانين وكافة الفئات. واحد ذكي كده بيحب القانون يقول لي ايه؟ يقول لي ما هو في ناس مش ملزمة بالمبدأ ده وما يتطبقش عليهم، زي الأجانب مثلا. عزيزي المشاهد احب اقول لك ان برضه الاجنبي بيقع تحت طائله مبدا عدم جواز الجهل بالقانون. معقوله؟ ايوه عزيزي المشاهد، مبدا المساواه بين الافراد امام القانون هي الاساس اللي بتقوم عليه المبدا ده، وده اللي ذكرته جريده اليوم السابع 2020. ده بالاضافه لان المبدا ده بيشمل كل القواعد القانونيه مش التشريع بس، ده كمان القواعد العرفية والقواعد الدينية، وده اللي ذكرته جريدة الأمة 8/7/2018 لما قالت إنها ليست قاصرة على التشريع فقط، بل تمتد لتشمل كافة القواعد القانونية الأخرى مثل القواعد العرفية والقواعد الدينية. فكما لا يستطيع أي فرد أن يحتج بجهله لقاعدة تشريعية معينة لاستبعاد تطبيقها، فهو لا يستطيع كذلك أن يحتج بجهله لقاعدة عرفية أو دينية، فالمعروف عرفا المشروط شرطا. طبعا هتقول لي أنا مش فاهم أي حاجة من اللي أنت قلتها لأنه كلام كبير ومجعلص وقد كده، مش مشكلة. الفكرة كلها أن الجريدة كانها عايزة توضح أن القاعدة القانونية في التشريع زي ما هي مهمة بدرجة كبيرة، وما ينفعش ان انا اقول ان انا اجهلها. نفس الكلام بيطبق على القواعد العرفية والقواعد الدينية، هو ده اللي الجريدة عايزة تقوله بس بكلام ايه؟ بكلام كبير شوية. الشرط بقى لتطبيق المبدأ ده هو ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. واحد هيقول لي طب انا مش بعرف اقرا يا استاذ، وده هتعدى علينا برضه عزيزي المشاهد. ردا على كلامك، عام 2020 اطلقت دولة الامارات في الجريدة الرسمية العربية توفير منصة الكترونية لتشريعاتها، وفي عمان في جريدة الدستور 9/3/2011 نشرت برضه نفس الكلام، وفي مصر انتشرت المواقع الالكترونية الكتيرة لنشر كافة القوانين، وكل جريدة بقى وليها الموقع بتاعها، ده غير الاعلام الوفير. فنحن عزيزي المشاهد في عصر السوشيال ميديا كله هيعرف، ما فيش حاجة زي ما قلنا اسمها معرفش. وطبقت المحكمة المبدأ ده في قرار المحكمة الاقتصادية عام 2013 لما قالت لا يقبل بعد ذلك الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر فلا يسكت المسؤولية. وقالت برضو المحكمة ان الجهل بالقانون والغلط في فهم نصوصه لا يعتبر عذرا ينتفي به القصد الجنائي، يعني كده كده ملكش عذر. ايوه عزيزي المشاهد ملكش عذر، لازم تعرف القانون. ولكن خرج عن هذا المبدأ عذرا واحدا ذكرته جريدة اليوم السابع عام 2013 وذكرته تاني عام 2020، هو ان الاستثناء الوحيد من هذا المبدأ وهذه القاعدة الضخمة هو القوة القاهرة، وهي التي تحون دون وصول الجريدة الرسمية او اي اخبار عن هذا القانون كاحتلال اجنبي لمنطقة الاقليم اللي حصل فيها، او حدوث زلزال او بركان او فيضان او اي من الكوارث دي، ترتب عليها عزل الافراد عن باقي اجزاء الوطن، وده
السبب الوحيد والعذر الوحيد للاحتجاج بالجهل بالقانون. فهؤلاء الأشخاص عزيزي المشاهد هم من لهم الحق في الاحتجاج بجهلهم بالقانون وليس سواهم. من الآخر كده مفيش حد ما ينفعش ما يعرفش القانون. الخلاصة انه لازم كل واحد يتابع القوانين. وفي ظل عصر الانفتاح والسوشيال ميديا عزيزي المشاهد فحضرتك تقدر بزرار تتنقل من قانون دولة لقانون دولة تانية. غير ان معرفتك للقانون هتفتح عقلك وتخليك حاسس بمكانتك في المجتمع وواعي لكل صغيرة وكبيرة. وان كان على فهم القانون فدي سيبها عليا.